في ناس بتتخلى عنهم تلعب عليهم يوم يومين ثلاثة، لما ينكسر أو يمرض أو يصير فيه برغيث ما بتوديش تعالج على الدكتور البيطري، أسهل شيء إنه يرميه في الشارع. فأنا باخذ وبعالج وبحتضنهم وبربيهم، بشوف ناس تتبناهم، في ممكن اللي ياخذ ويربي صح، وفي اللي بياخذ كمان مرة مرتين شهر شهرين وبرجع يرميه في الشارع مرة ثانية.